قبل نحو خمس سنوات دمرت الحرب بيوتهم فنزحوا إلى مجمع الدور منخفضة التكلفة في منطقة السبع كيلو بمدينة الرمادي مركز محافظة لمبار ومنذ ذلك الحين لم تصرف الجهات الحكومية لهم أي تعويضات ولم تبدأ كذلك في إعادة أعمار مناطقهم بل إن منطقة السبع كيلو التي يسكنونها منذ نحو أربع سنوات ونصف السنة قد نالت نصيبها هي الأخرى من الحرب ودمارها فباتوا في المجمع محاصرين بأنقاض مبان دمرها القصف وبقيت الألغام فيها تهديدا متواصلا للأهالي وأطفالهم احنا احنا اغلبيتنا لبيوتنا واقع احنا مجمع السبعة كيلو دور واطئة الكلفة هاي خمس سنين قدمنا معاملة تعويض ماكو جاي نصور يوعدونا بخير لحد الان ما حد جاي سأل علينا بس من قربت الانتخابات أسئ راح يصدون علينا وعين عيونكم هاي وحكي وش بس حكي يعني نريد فعل ماكو ولا تتوقف المعاناة عند ذلك الحد بل تمتد لتشمل ترديا في الخدمات وانعداما لفرص العمل لدى سكان المنطقة احنا هنا عوال ما عدنا لا حول ولا قوة يعني اكثريتها انا قاعده هنا بدون يعني ما عدت كل شيء اللي وقعوا بيوت الدواعش واللي اثناء القصف واثناء شو اسمه وعندنا هاي العماير اكثريتها واقعه وداخلها مخلفات حربيه واحنا نخاف على يطلعون ودائما كل فتره وفتره صارنا تهديد بانه لازم تطلعون ولازم تروحون وهاي الشغل مو وهاي ممتلكه للحكومه زين احنا اذا عالم هاي طلعت وين تروح؟ يعني عالم يعني أكثر عالم فقرة لا حول ولا قوة يعني أكثر الناس واقع بيوتها وأمام إهمال الحكومة وفشلها في تحقيق أبسط متطلبات الحياة الكريمة للعراقيين لا يبقى في يد هؤلاء إلا المطالبة بحقوقهم وتكرار المطالبة دون يأس فما ضاع حق وراءه مطالب